نمشي نشري شي حوايج، عندي اجتماع مهم. تين معك اولاد عمي، بغيت نبدل الجو. راه قلت لك عندي اجتماع مهم، ماشي غادي مسافر. انا ما دهوش على الاجتماع، ما دهو على الحوايج. الا مشيت غير قول بوكتا كتبان درويش. انا كنبان درويش وصافي، ملي نبغي الدار بنديك معايا. اولاد عمي غير قول بوك، راه غيبيعوا لك حوايج مشرقين وبثمن، نبيعوا لك الديجي. ولد عمي ولات عنده لامود ديجي. لا ما تخافش عليا، انا عندي الذوق مزيان وما نتقولبش. راه انا اللي كنلبس الباترون في الخدمه، كيصيفط لي التصويره في واتساب وكنقول ليه اوكي. ودير حاجه، ما نمشوش للبوتيك. وفين غادي نمشي؟ نمشيو للبال. وعلاش غنمشي للبال؟ حيت البوتيكات كل بياسه وثمنها وغاليين، اما في البال وكل شيء ب 20 درهم تعزل وتخير. غتوفر فلوس ووقت. صانط. كنحبك. علاش؟ فاش كتبدا تقول لي واتصانط؟ بعد مني غنمشي بوحدي. صافي نمشي. كيفاش غنمشي بوحدي؟ السلام عليكم. مرحبا. عافاك تنقلب على شي لبسه تكون واعره. كاع هادشي اللي عندنا هنايا واعر. والله الثمن ما يكونش حتى هو واعر. تقدا اللي بغيتي نصاوب مع خويا. الصراحه انا بغيت شي فيست موجوده. هادي إذا مشيت تاكل فيه زوينة غيطلع لي الثمن. وماشي شي زوينة ولكن نقضيو. قيس. شكرا. وشحال دايرة هادي؟ أنا حسبها لك ب 450 درهم، راس مالها. أخي بحاجة تقدر توقع لك هي تقطع لك فيست أنت باقي ما خلصتيهاش. جاتني مزيانة لبستها كاع ما تقطعت. تيق بيا جاتك زوينة، تقولهم فصلها عليك. ولكن الثمن ديالها بزاف. راه 450 درهم بزاف. الثمن بحال لا مسخر ليك، راه الثمن ديال الجملة. وأنا راه كنعرف صحاب الجملة. ما بغيتش نمشي نشري من عندهم. بصح شكون كتعرف؟ وهذا سؤال محرج، ولكن سري غنقول لك سي محمد. ما يمكنش يكون شي واحد ما سميتوش سي محمد. سي محمد. سي محمد؟ سي محمد كيدير غتجين. لا سي محمد ولا كيدير الكلاس. مزيان، أعطيني المرتو. وها اللي ما بغيناش. ما عنديش التليفون. هذا راه ديال الخدمة، ما فيهش نوامر. عندك شي قوامج؟ والله إلا أنت مرضي ولد الناس، بقى واحد البياسة مزيانة تكون مكتاب ليها وهي مكتابة لك. مالي غنتزوج بها؟ أرا نشوف. أنا. جات معاك. باقي ما لبستهاش. فورمتك لباسة، ما تحتاجش تلبسها، غتلبسها غتجيك أحسن من المانكان. غنعطيك فيهم بجوج 500 درهم. واخا نبقى غير كنشوف فيهم ما نبيعهمش بداك الثمن، راك راس مالهم ما وصلتيش ليهم. ما تكونش قاصح، غنتقاسمو الصبر. عطيني 640 درهم. غنعطيك 500 درهم. زعمتي وزيدني 100 درهم. بان لي إلا بقيت متبع هاد الخونة هذا غناخد المحل كامل. شوف عافاك غادي ناخد جوج لبسات من كاع هاد اللبسات هادو اللي قيست. كلهم جاوك واعرين، أنا عليا خوت سبعة تبدل بيهم. واقيلا خصني نبدل المحل. واهي إلا درتي معايا شي ثمن مزيان. ما تحتاجش تقولها، أنا راه نقول لك ثمن مزيان نيشان، وفي راسك هادي أول مرة كنقول هاد الأثمنة. حتى أنا هادي أول مرة كندير في راسي هاد الحالة. شوف غادي ناخد جوج لبسات. خوت أربعة، بغيت نولفك المحل. بغا يولف بسطامي. بالصحة والراحة، تقديتي بياس حر. أنت اللي تقديتيني وقاديتيني. شكراً. قول لي هذيك القميجة الخزية اللي قيست في الأول ما هيش نلبسها؟ غتلبسها مع السروال الخضر، غتجيك أسورتي. شتي أنا اللي كندوي معاك، أنا اللي كنلبس الممثلين كاملين. شكراً. ومرحبا. ولي جيتي عليا هذاك السروال الليموني تلبسو مع القميجة الليمونية، درسها بالفيست القهوية وتفكرني. تيق بيا غادي نتفكرك. شكرا. صحة الراحة. سلام.
دايره خدمتها مزيان. شو هذا يا فهد؟ شو هذا يا فراسك؟ شو هاد الالوان؟ تكون فيروج؟ لا راه دايره طوندونس في السوق. بعد شو غادي تطلع انت في طوندونس؟ علاش نعمل دابا شي خدم؟ لا زوين كيخدم الضحك، كون ما كنتش كنعرفكم صحابني كلون. دابا عرفت علاش داك خونا قال لي لبس اللبسه وتفكرني. عندك الحق، عندك الحق، دابا راه لابس اللبسه ديال كلون حيت معروض لواحد ديكيزمو، واحد الحفله تنكريه من بعد. وريوني فين خليتيها؟ ما يقدروش ياجلوه. تبعني.